صقور الجو العربية تقدم نقلا عن صفحة القوة الجوية العراقية السابقة بنشر الحقيقة الكاملة بالوثائق والصور وأشرطة الفيديو وبالأدلة الدامغة على المتسبب في تلك الحرب، الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات، ومن الذي رفض مبادرات السلام ووقف اطلاق النار بين البلدين. ننشر لحضراتكم صور من مذكرات التنديد وبرقيات وزارة الخارجية العراقية إلى الهيئات الدولية والأمم المتحدة وإلى الحكومة الإيرانية حول الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية على الأراضي العراقية والأجواء والمياه الإقليمية. وللأجيال العراقية والعربية الشابة التي ولدت أو أدركت الوعي بعد هذا التاريخ، نذكر لكم ثمة حقائق لابد من استذكارها هنا، خصوصا مع ارتفاع ضغط البعض في المؤسسات الإعلامية بأن العمل العسكري العراقي كان عدوانا على بلد جار مسلم، أو على أقل تقدير ما كان ينبغي له أن يكون. وحتى لا تضع الحقائق في الزحام وتختلط الأوراق، فإننا نذكر بالحقائق الأمور التالية. أولا، جاء الرد العسكري العراقي بعد تصاعد العدوان الإيراني المسلح على العراق، والذي تواصل ل18 يوما، ومنذ يوم 4 من أيلول عام 1980، والذي أسفر عن احتلال قرى ومخافر حدودية عراقية عدة، في حين التزم العراق ضبط النفس وحاول بالطرق الدبلوماسية تفادي تلك الحرب لغاية يوم 22/9 عام 1980. ثانيا، كما جاء في الرد العسكري العراقي أنه بعد 420 عدوان طيلة أكثر من 18 شهرا نفذتها القوات المسلحة الإيرانية عن طريق البروجة والبحر، وفضلا عن اعتداءات مسلحة على بعثات العراق الدبلوماسية في طهران والمحمرة. ثالثا، وجاء أيضا بعد نحو 293 مذكرة ورسالة احتجاج رسمية وجهت إلى أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن الدولي وإلى الحكومة الإيرانية مباشرة أو عبر دبلوماسيها في بغداد. رابعا، كما جاء رد العراق الحاسم بعد أن أعلن الجانب الإيراني رسميا وكرر مرارا إلغاء اتفاقية الجزاء المبرمة بين العراق وإيران، والتي أبرم العراق مضطرا في مارس آذار عام 1975 تحت وطأة غدر العصابات الكردية العميلة المدعومة من شاه إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، والتي تصاعد هجماتها وعملياتها الخيانية بعد أن وجدت فرصة تاريخية لها في عقاب إعلان القيادة العراقية تأميم نفط العراق وتحرير ثرواته. ومما صاحب ذلك من ظروف مالية صعبة عاشها العراق حينذاك، وفضلا عن انشغال جانب كبير من قدرات العراق العسكرية في رد العدوان الصهيوني على دمشق والذود عن سماء مصر في حرب رمضان أكتوبر تشرين عام 1973، وهي اتفاقية الاعتقال الرئيس الراحل صدام حسين عنها أنها كانت خيارا بين أن يضيع العراق كله أو نضحي بنصف من شط العرب. خامسا، وبالطبع جاء رد العراق الحاسم بعد التهديدات الإيرانية الجادة باجتياح العراق والإطاحة بالنظام الوطني فيه وشعارات تصدير الثورة، وكل ذلك حدث قبل سبتمبر أيلول عام 1980، وما زال النهج ذاته مستمرا حتى يومنا هذا. سادسا، نفذ العراق ضرباته الجوية بعد دعم إيران لفصائل المعارضة العراقية العاملة لها ومدها بالسلاح والمال، وقيام تلك التنظيمات العميلة بأعمال التفجيرات الإرهابية والاغتيالات، وكل ذلك قبل سبتمبر عام 1980 وبعده طبعا. سابعا، كما جاء رد العراق بعد أن دعا كبار النظام الحاكم في طهران بقيام جنود الجيش العراقي علنا ومرارا إلى توجيه أسلحتهم صوب النظام الوطني في العراق ورئيسه شخصيا. ثامنا،
في يوم 17 سبتمبر أيلول عام 1980 أسقط العراق طائرة إيرانية مقاتلة من طراز F-5 قرب العاصمة العراقية بغداد، وتم أسر طيارها الطيار حسين لشكري باشتباك جوي نفذه قائد طائرة الميج 21 في حينه الرائد الطيار كمال عبد الستار البرزنجي، والذي شغل لاحقا منصب قائد القوة الجوية العراقية بعد الاحتلال عام 2003 لفترة وجيزة. تاسعا، لقد حدثت هذه الواقعة قبل 5 أيام من بدء الحرب العراقية الإيرانية والرد العراقي الشامل على إيران. فسؤالنا هنا، ما الذي جاء بطائرة مقاتلة إيرانية فوق العاصمة بغداد أو بالقرب منها لتتوغل مسافة تقريبا 130 كيلومتر داخل أجواء العراقية لولا النوايا الإيرانية الحقيقية لشن الحرب على العراق مسبقا؟ وما كان على العراق إلا أن يدافع عن أرضه وسمائه، وقام بإسقاط هذه الطائرة على الفور، وكما أسلفنا وأسر طيارها الملازم الطيار حسين علي رضا الأشكري، والذي بقى أسيرا معززا مكرما لدى السلطات العراقية حتى أطلاق سراحه عام 1998. عاشرا، لا يفوتنا الذكر هنا بأنه سبق هذا الخرق الجوي اختطاف طائرة عراقية من طراز أنتونوف AN-2 تابعة لأحد الأندية المظلية العراقية بعد أن أطلقت عليها إحدى المقاتلات الإيرانية نيران مدفعيتها وأصابتها، وتم إجبارها على الهبوط في إحدى المطارات الإيرانية الحدودية واحتجاز الرياضيين الذين كانوا على متنها مدة 28 يوما. ونذكر هنا ونذكر أن إيران قد رفضت عودة الأسرى وترسيم الحدود مع العراق رغم كل ما فعل العراق من أجل ذلك بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.